الله يسعد لي اوقاتكم، تعبيني يعطيكم الصحة والعافية. اليوم والله برغل بشعيرية وقدامه فاصوليا بالكلاوي، أكلة طيبة ولذيذة ما شاء الله عليها. أحلى فاصوليا تعيش يا خانم أو كلاوي من إلنا، ما شاء الله تبارك الله. حبايب قلبي لا تنسوا اللايك. طبعا أنا عندي 1.5 كيلو لحمة عظم عم بسلقهم، وعندي فوق فاصوليا كلاوي او عيش خانة من له، هذا هو الفاصوليا شايفين الحبة شلون بتكون نعتها. انا شي 12 ساعة تقريبا بالمي الفاترة نعتها لتاني يوم، يعني شي 12 ساعة عرفت شلون نعتها وغسلتها وهلأ عم بسلقها، وهي بتكون الحبة عيش خانة. هاي الفاصوليا طيبة ولذيذة، عيش خانة او فاصوليا كلاوي انه بتشبه الكلاوي سبحان الله شايفين شلون؟ ونقعت 12 ساعة وهلا عم بسلق اللحمة أنا بعضنا. وأنا عندي بصل، نص ليمونة، ثوم، ورق غار، وقرنفل وقرنفل وهيل ونجمة كمان تبع الياسون. هلا كلهم بدي أحطهم لبعضهم وغطي طنجرة البخار. شغلت ساعة بتستوي معنا اللحمة، وهلأ أنا عم بسلق الفاصولية. شاي ما بتاكل سلق كتير، شغلت تلت ساعة بتستوي معنا الفاصولية كمان بسلقها، وبعدين بحضر الصوص تبعها كون استوت اللحمة عنا كمان. طبعا نقص الرغوة اللي عليها، عم نخلي عليها رغوة اللحمة. طبعا هاي انتو شو بتحبوا تحطوا لها مطيبات بتحطوا لها مطيبات، هذا بيرجع لكم طيبات حسب الرغبة. واللحمة بتحطوا بتقدروا تحطوا لها لحمة ناعمة كمان، تطبخوها بلحمة ناعمة إذا موجودة. أنا بحب أطبخها بلحمة بعضنا تطلع أطيب. ما شاء الله استوت، دسيتها أنا لقيتها استوت، اكلت معنا تقريبا قلب من نص ساعه كانت جاهزه. تصفيها من المي خلاص، هلا صار جاهزة. بدي اطبق بقى الصوص تبعها. انا حطيت معلقتين زيت ومعلقه سمنه حميتهم، هلا بدي احط الشعيريه، بدي اعمل برغل بشعيريه هالمره، يا رز بشعيريه يا برغل بشعيريه بالبقله هالمره بدي شكل. نعم كاسة برغل وكاسة شعيرية حاطة، بس قصدي غاسلة كاسة برغل مجهزتها، غسلتها بس غسيل من الغبرة طبعا. هلا بحمص بس الشعيرية بحط البرغل فوقها، بحب حمصهم مع بعض بعدين. يعني بدنا اياها لونه ذهبي، نحنا ما بدنا اياها غامق تعطي مرار. هذا اللون اللي بدي اياه. هلا بدي احط البرغلات حمص كمان معه. حمصهم شوي كمان، كل كاسة برغل بدها كاستين مي طبعا، يعني بشكل واحد مرة بشعيرية مرة قصدي مرة برز مرة برغل بغير. حط الملح والفلفل، معلقة صغيرة ملح ومعلقة نص معلقة صغيرة فلفل.
بدي احط له المي السخنه قدر كاسه. غطيهم لنشف المي تبعهم، نهدي الغاز عليهم لمدة 10 دقائق. طبعا حاطه معلقة سمنة انا، وحاطه بقلبهم معلقتين زيت. عم استنى ليحمى شوي عشان نسقط البصل. أربع سنين توم معهم كمان. بس لا تدبل البصلة بقى سقط صوصة البندورة كمان. حاطة أربع معالق معالق كبار دبس البندورة. دبلت البصلة معنا ونحط الدبس البندورة. اللي مع البصل بتعطيها نكهة طيبة. طبعا بدي احط الملح والفلفل كمان. بندور دبس البندورة اقليها تطلع طيبة. وانا عندي الفاصوليا مستوية بقى، ما رح احركهم بقى ان شاء ما ينخبصوا معي لان مستويين بالمرة. حط لهم المي انا استوت معي الفاصوليا، خليتها نص ساعة ما تستوت بالمرة. طبعا اللحمة نحنا استوت عنا، هلا بنحطها فوق الفاصوليا شرط 5 دقايق مو اكتر. ازاي على النار عشان تغلي تشرب مية الصوص على البندورة. شرط 5 دقايق، بين 5 دقايق و7 دقايق. اللحم نحنا استوت عنا، تركها 5 دقايق بين 7 دقايق مسوية لنا الفاصولية عنا عشان تشرب مرقة الصوص باللحمة بصير طيبة. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله، أحلى طبق فاصولية حب، يعني فاصولية عريضة أو الكلاوي أو عيش خانم من إلا قدامه برغر شعيرية ما شاء الله عليها ما شاء الله. بالعافية بالعافية علينا وعليكم يا رب. لا تنسونا باللايك والاشتراك حبايب قلبي، تفضلوا. احلى طبق فاصولية ما شاء الله عليه، فاصولية حب ما شاء الله تبارك الله، شي بشحي ما شاء الله. بالعافية.